كتاب غتقرا هو لا بواطا ميرفي. لا بواطا ميرفي بالعربيه هي صندوق العجائب. هذا الكتاب هذا هو منتوج مغربي ديال كاتب مغربي وبالضبط فاسي اللي هو احمد الصفريوي. كان الى بيردو تو سون كابيتال، غادي يفقد راس المال ديالو. سافي ايتي اوغوز اي كال مي اي كوم فو سافي يا توجور ان مي. الاشكال اللي راكم عارفينه وحنا عارفينه كاملين هو ان التلاميذ ما تيقراوش يكتبوا. سهل بزاف بواحد النسبه كبيره الفهم ديال الكتاب. هو واحد الدري صغير عنده 6 سنين كيديكري سافي كوتيديان لو مهنا صافدير ليليمون بيرتورباتور. ابونا في لاشين، تفاعل الجرس، كن على يقين انك غتفهم مزيان. دونك بكل بساطه الى عندكم تساؤل او عندكم اي طلب حطوا ليا في لي كومونتير باش عليك باش انك تفهم لي ديفيرون شاب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سعيد مجددا بلقياكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نطرقوا للريزومي اي لاناليز ديال الشابيت 5 ديال لا بواطا ميرفي. فوالا، دونك هنا الناس اللي كتطلب مني اني نطرق لا برودكسيون اكريت وربما بعض الدروس اللغويه، ان شاء الله راني جاي. راه اي طلب كنشوفه في لي كومونتير ولا كيجيني في فيسبوك ولا في انستغرام راه كنوطي كنسجلو وراه غنطرق ليه ما هي الا مساله وقت ان شاء الله. دونك هنا كيف ما كتعرفوا راه وصلنا اليوم يعني في هذا يعني وصلنا الشابيت رقم 5. دونك اليوم غنحط لكم ان شاء الله الشابيت 5، غدا غنحاول نحط لكم الاسئله اللي متعلقه بالشابيت رقم 5. كنوعدكم ان شاء الله اننا غنكملوا هذا الكتاب هذا قبل ما تبدا يعني الدراسه الفعليه، تقريبا نصف شهر 9 غنساليو ان شاء الله جميع لي شابيت، غنساليو كل شيء وغندوزو لي لايف وغندوزو الفروض ديال لا بواطا ميرفي. وان شاء الله راه اي طلب كيف ما قلت لكم يكونوا هانين. راه اي واحد كيطلب شي حاجه ضروري غنطرق ليها، هي غير مساله وقت. دونك هنا كيف ما كتعرفوا حنا باقين في فصل الربيع، كيف ما قلنا لو برانطون. دونك هذا فصل الربيع هذا فيه شحال من شابيتر، يعني درنا شابيتر 1 2 3 وهما دازوا في فصل الشتاء. فصل الربيع فيه 4 ديال لي شابيتر، فيها الشابيتر رقم 4 راه درناه، الشابيتر 5 هو اللي غنديرو، والشابيتر رقم 6 غنديروه من بعد، و7. دونك عندنا 4، يعني اون فوا نساليو الشابيتر رقم 7 غادي نخرجوه من فصل الربيع وغنمشيو لفصل الصيف. دونك هنا كما العاده نبداو بالريزومي. فوالا، دونك هنا جورني اومسيد لو ناراتور كي كومونس يعني هاد الشابيت هذا رقم 5 كيبداه بلا جورني اومسيد. شنو تيقول لنا؟ تيقول لنا لو فقيه باغ الاوزون فوند ولا عاشوره. الفقيه تيهضر مع الدري ديال 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 يعني ديال المسيد وتيهضر لهم على لا عاشوره، يعني المتعلمين اللي كاينين في المسيد، وتيقول لهم سو ميركودي لو فقيه ديكول اي اوغو اي جونتي افيك لي زيكولي. وتيقول لك لو ناراتور لو فقيه اوجوردي في ليكسيبسيون، يعني اليوم متميز، اليوم فرحان الفقيه. العكس حيت انه كيف ما شفتوا في لي شابيتر اللي فاتوا الفقيه كان صارم وكان عنيف واحد شويه مع التلاميذ. لا غيزون دو سون بونور هنا تيشرح لنا ناراتور، تيقول لك انه فرحان اي ليفينمون دو لا عاشوره، الشيء اللي خلاه فرحان ومتميز وسعيد في هذا هو انه جايه عاشوره، اوكازيون بوغ لا ريفيكسيون دو ليكول. فوالا لي زونفون سون ليبيري. فوالا قال لك حنا راه يعني خلانا بوغ لو غيست دو لا جورني، يعني خلا لينا نص نهار خاوي. لو ناراتور اكزولت فوالا ايلزون 15 جور بوغ بريباري لا فيت دو نوفيل اون، عندهم 15 يوم باش يعني يحتفلوا بهاد لافيت. وقبل ما يحتفلوا بهاد لافيت هادي كيخصهم يوجدوا يعني 15 يوم ديال التوجد لي بريباراتيف دو لا عاشوره. سيت جوا اي موديفي. دونك هنا هادشي اللي عندنا كحدث اول. الحدث هنا راه لاحظوا تنستعمل الالوان، يعني دزنا الفكره اخرى. قال لك هاد لا جوا هادي ديال لو ناراتور فرحان الى اخره غادي تبدل، غادي تغير اون فوا غيرجع للدار غيلقى لا مير ديالو ابسونت كي بارتي افيك لالا عيشه. لوغسكو لا مير اي دو روتور ايل شوشوت او فوازين ليستواغ دو سون امي، يعني الام بدات كتعاود للجيران ديالها ليستواغ شكون لامي ديالها لالا عيشه، القصه ديال الراجل لالا عيشه اللي وقع ليه فايت مولاي العربي غويني باغ لو بروسيغون دو اون فافور دو سون انمي. سا فام فون تو لي بيجو et les meubles qu'elle possède pour que celui-ci puisse s'installer dans un nouvel atelier. هنا بكل بساطه يعني لالا عيشه راه باعت جميع المجوهرات ديالها وداكشي كاع اللي كتملك باش تعاون راجلها باش يعاود من جديد ان شاء الله وتقاد ليه لافير ديالو ويعني يعوض الخسائر اللي تلقاها. هنا الفكره الثالثه او مومون او لا مير اشيف لا رولاسيون دو سون ريسي ان هورلومون ديشيرون سيليف.
قال لك هنا فاش سالت الام هذه القصه ديال هاد الجيران ديال الجرد ديال لابوطا ميغفاي، هنا غادي يسمعوا الغوات والصراخ، هنا غيكون واحد الحدث غيأثر في الناراتور هو الموت. Une vieille esclave informe les femmes que Sidi Mohamed Ben Tahar, un coiffeur de son état, vient de mourir. Le mot dit le coiffeur Sidi Mohamed Ben Tahar. La mère va présenter ses condoléances à la femme du défunt, يعني الميت. Le narrateur l'accompagne. Le homme Ratmshirat Azzi présente les condoléances. Ktbou, la production écrite, on va présenter les condoléances. هي التعزية. لورسكيل روفيان شي لوي، ملي غادي يرجع لو ناغاتور يعني غيقدمو التعزية إلى آخره، لو ناغاتور سونج على مور إي أ لونتيغمون. هنا فين غادي يتوقف بزاف بعض الصفحات، الحدث غيأثر فيه وغيبقى يفكر في الموت وغيبقى يفكر في الدفن ويبقى يحلل، يعني أون سورت دو ميديتاسيون ريفليكسيون سوغ لا مور. بوغ لو كونسولي غيشوفو الأب ديالو حزين وغادي يواسي الأب شنو غيلوي راكونت أون إيستواغ أفان دو afin de faire comprendre que certains morts sont accompagnés d'anges au paradis. Donc, je vais vous parler de ce passage, je vais vous parler de ce passage, sûr et certain, je vais vous parler de ce passage. Donc, هنا, voilà, je vais vous parler de ce passage, je vais tout simplement. L'enfant sombre, pourtant dans une tristesse profonde, il pense qu'il va mourir, il pense qu'il va mourir. Il se met à imaginer son propre cortège funèbre. Il s'endort en faisant des rêves. En se réveillant le matin, il est dispensé d'aller à l'école. Il est gratifié d'un beignet. Laissé de suivre ses activités journalières des femmes, elle s'occupe à réciter le Coran avec ardeur. Il va lire le Coran, il arrête sa psalmodie et sort sur le palier lorsque sa mère lui offre une chaînette de cuivre. Mais le chat amaigri de Zineb lui vole la chaîne qu'elle a nettoyée avec une grande application et s'enfuit. Donc on va donner à l'homme la chaînette et le mèche de Zineb va chercher la chaînette. Croyant que c'est la fillette qu'elle a chargée de la lui voler, il se précipite alors sur elle et une violente dispute éclate entre les deux ennemis. يعني في الاخر غادي تعطيه الام ديالو واحد لاشينيت والمش غادي ياخذها ليه وغيمشي سيدي محمد غيتخاصم، يعني الخلاصه غيتخاصم مع زينب، وهو اصلا تيقول لنا بانه عنده مشكل مع زينب، يعني انه لام با. دونك هنا غندوزو الشابيت 5، غندوزو الافكار الاساسيه لي زيدي برينسيبال ديال هذا الشابيت. هذا لوفقيه انتما ان ميركودي واحد الاربع، لوفقيه اكسبليك ا سي زيليف سي بروجي بور لا عاشورا. يعني الفقيه تيشرح لي زليف ديالو البروجي ديال العاشوره. هادو هما الافكار اللي تعقلوا عليهم اكثر. عاوتاني غيرجع غوفونون دو مسيد سيدي محمد، غيرجع من المسيد. لو ناغاتور تروف سا مير ابسونت اون فيزيت دو لاله عائشه، ملي غيرجع غادي يلقى الام ديالو غايبه. على ميزون لاله زبيده نو سو فاتيغو با ا راكونتي لي مالور دو لاله عائشه ا سي فوازين. يعني هنا ما كتحافظش على الاسرار، يعني الاسرار ديال الصديقه ديال لاله عائشه غتعاودهم لي فوازين، يعني غتعاودهم لفاطمه بزويه، غتعاودهم لرحمه الشوافه الى اخره. دونك غتقول لهم لاله عائشه ا فوندو تو سي بيان، غتبيع كاع داكشي اللي كتمتلك بور ايدي سون ماري ا روميتر اون مارش سون اتوليي. Le récit de Lalla Zoubida, problème de son mari, la vente de ses bijoux et de son mobilier. La mort d'elle, يعني هذا هو الحدث الابرز تقريبا في الشابيت 5، هو الموت ديال سيدي محمد بن طاهر الكوافور. Description de son cortège funèbre, هو المراسم ديال الدفن الجنازه. Les funérailles du voisin marquent le voisinage et la vie de سيدي محمد. قال لك هذا يعني الموت ديال هذا السيد هذا يعني غادي ياثر بزاف في الجيران وبالضبط في سيدي محمد فيس. Voilà, Sidi Mohamed, le père se met à. Voilà, pour consoler son fils, le père se met à lui raconter l'histoire de Sidi. يعني باش يواسيه الأب غادي يعاود ليه القصة ديال واحد سميتو سيدي. المهم نكتشفوا هذا الشيء من بعد. Dispute de Sidi Mohamed avec Zineb. Sidi Mohamed غادي يتخاصم مع زينب. هادو هما الأفكار الرئيسية، ممكن أنكم تسكرينيو ليكرون. هنا ايفينمون برانسيبو سولون لو تون، على حسب الوقت. عندنا ميركودي، joie du fqih pour l'approche de la Ashura, sortie anticipée des écoliers, grande joie de Sidi Mohamed. علاش لا جوا كاينه سيدي محمد؟ حيت هو تيقول لك في البدايه ديال الشابيتر الخامس ما كاين لا عصا اليوم في المسجد، با دو باستوناد، يعني الفقيه ما ضربهمش. فيليسيتاسيون دو فقيه، الفقيه بارك ليهم وضحك معاهم. سورتي افون لو، خرجوا قبل الوقت. ابسونس دو لاله زبيده، انكييتود دو ناغاتور اي غروند بور، يعني غادي يبقى بوحدو في الدار وغادي يخاف الى اخره. Retour de Lalla Zoubida suite des ennemis de Lalla Aïcha.
La mort de Sidi Mohamed Ben Tahar le coiffeur, tristesse de Sidi Mohamed, histoire de Mu'allim Abd Salam pour consoler son fils, état maladif du narrateur. Nuit, voilà, cauchemardesque. Jeudi, Nahar al-Khamis, a dit qu'on a Sidi Mohamed reste à la maison, sa maman lui offre une chinette. Voilà, bagarre avec Zineb. Le chat de Zineb s'enfuit avec la chinette de Sidi Mohamed Oko. Yani, le chat de Radi Ezli a dit que la chinette aura des darbes, ou aura des disputes avec Zineb. En deuxième, les éléments de l'analyse. Situation du chapitre. Après avoir présenté les ennuis de Moulay Al-Arbi, disputes et conflits avec son associé, mari de l'Aïcha, c'est le hadith sabir, qui est bien dit, situation du passage, ou le hadith l'abras chapitre 4. Le narrateur fait chapitre Hada, dans ce chapitre, nous décrit la scène de la mort du coiffeur Sidi Mohamed Ben Tahar et les premiers jours de la Ashura. Genre de l'œuvre, qui est un roman autobiographique, type de texte narratif descriptif, les personnages, les hadrins, Sidi Mohamed, Lella Zoubida, l'Ofqé, les voisins, les négresses, Mellem Abdeslam, Zineb, les femmes de Dar Shouafa Kamlin, Moulay Al-Arbi, Sidi Mohamed Ben Tahar, Lella Aïcha, les pleureuses, Nasli Bkaoutiem Kiouf Leza, les récitateurs, Mellem Abdeslam, les qui écrivent le Coran. Lieu, Adna Al-Msid, Adna Dar Shouafa, Adna les rues voisines. Le temps عندنا mercredi ou jeudi l'approche de l'Ashura يعني المجيء ديال واحد الحدث غيكون ابرز غيشد ثلاثه ديال لي شابيتر 5 و 6 و 7 لي تيم تريتي عنده علاقه بالبرودكسيون ايكريت لا مور لا سوليتود l'Ashura confier ce secret à quelqu'un la solidarité description هنا عندنا الوصف بزاف على لا سين دو لونتيرمون imaginé par le narrateur. L'énonciation qui parle, je le narrateur adulte, le narrateur enfant, à qui au lecteur, elle est chère dans les hommes, l'ahdat l'abraz, yani l'ahdat l'yabar, il a fait le chapitre, ou l'arrivée de la Ashura, la mort d'un voisin, c'est de Mohamed Ben Tahar. La forme verbale, kif dima, le présent, le passé, le présent, présent de narration, rendre ces événements, haftou hadi, présent qu'on s'est mis le bachar, d'où had l'ahdat l'yaf l'madan, d'où hiyaf l'hadir. Voilà, le passé, la forme verbale et le passé, l'imparfait radim à la description, ou le passé simple, la canstemle pour la narration. La focalisation indna interne, le narrateur est lui-même le personnage principal. Les mots arabes, indna bzaf, indna sidi, lalla, ashura, moulay, shirifa, hayk, talb, coran, Allah. Elle achète les mots arabes, t'en hattom likoum, hana, li annou moumkin yigoul lik l'oussad fchi, nas kif makan, yigoul lik matalan, montrer. Que ce texte fait partie de la littérature maghrébine. Yani, bien bi anna had nsada kintamil l'adab l'magharibi. Hana katjbed chi kelma bl'arabiya. Adna hana le récit enchâssé. Kayn yani soulni chi tlmid ou la ma'qeltch tlmid ala shna huwa le récit enchâssé. Awa had le vidéo hada ghadi yowdah ktar. Récit enchâssé, hana afwan bla s, huwa wahed voilà, récit enchâssé, oui, récit enchâssé. ديال لالا زبيده لالا زبيده هنا غتعاود لينا داك لو اشنو هو لو غيسي اون شاسي كيف قلت لكم هو استوار دون زون استوار غتقول لينا واحد الغيسي اون شاسي ديال لافون دي بيجو دو لالا عيشه اي سويت دي بروبليم دو مولاي العربي شنو هو لو غيسي اون شاسي القصه اللي عندنا شكون اللي كيعاودها باش نشرح لكم بالدارجه باش تفهموا اكثر القصه اللي كيعاودها سيدي محمد يعني القصه الرئيسيه سيدي محمد هو لو ناغاتور ملي كيجي شي بيرسوناج وسط القصه ديال لو ناغاتور وكيعاود هذا هو لو غيسي اون شاسي سافو دير استوار دون زون histoire و عندنا عاوتاني غير سي اون شاسي ديال المعلم عبد السلام حتى هو غيولي ناراتور وغادي يعاود لسيدي محمد ليستوار دو لامور دان بوف سويفي بار لي زونج ها هو لو غير سي اون شاسي باش نديطايو فيه لو ناراتور كومونس ا راكونتي اون histoire هنا بدا لو ناراتور سيدي محمد تيعاود قصه في لابوطا ميرفي بوي ساريت كيوقف واحد اللحظه وشنو كيدير باغ اكزومبل سيغ ان بيرسوناج كيوقف على الاب ديالو مثلا وكيعطي الكلمه للاب ديالو الاب ديالو هذا الاخير سو ديرنيي سومي افير لو ريسي دون اوتر استوار كي لو كونسيرن او كي كونسيرن ان اوتر بيرسوناج يعني تيوقف لو ناراتور الرئيسي سيدي محمد وكيعطي الكلمه كيعطي الكلمه لشي شخصيه وداك الشخصيه كيعاود لنا شي قصه اخرى سيدي محمد ما تيعرفهاش وكيسمعها غير من داك الشخصيه دي ليسون بوغ ا مومون لو ريسي بروميير. Voilà les champs lexicaux les indna, indna les champs lexical de la mort, indna cri, sourire, pleurs, hurlement, mort, se lamenter, s'évanouir, indna champs lexical de la joie, de la joie, indna sourions, bonheur, me félicita, notre homicide serait illuminé, indna champs lexical de la joie, fête célébrée, nouvelle année, grande joie. La visée du texte, la place de la Ashura dans la société marocaine. Natibilin, يعني الغايه من النص نتبين المكان ديال اللي كتكتسيها عاشوره في المجتمع المغربي. Les sacrifices de la femme marocaine.
انا تيبين لنا التضحيات ديال المرأة المغربية اللي عايشة غتضحي مع الزوج ديالها، ولا ريفليكسيون سور لا مور، يعني التفكير والتأمل في الموت كمرحلة قادمة، يعني أي إنسان غيوصلها. لو سون تيغي، الدروس المستفادة، لا مور ات انيفيتابل، يعني الموت ما منها هروب. لابسونس دو لينيغاليتي او كورتيج فينيبر، فوالا فوالا لابسونس ديال لينيغاليتي هنا، ماشي لابسونس هنا، لابسونس دو ليغاليتي، عفوا ليغاليتي اللي بغيت نكتب هنا، يعني الغياب ديال المساواة. عيت سيدي محمد هنا باش نحطكم في السياق، باقي ما بيش نقول هذه الأشياء هنا حيت باقي غنطرقوا ليها في لي زاكس دو ليكتور. هنا سيدي محمد غادي يلاحظ بأنه تيقول بعض المرات شي جنازة يعني في الحي عندهم كيتبعوها بزاف ديال الناس، وشي جنازة أخرى ما تيتبعها حتى شي، يعني الناس قلال. هو تيتسأل تيقول لك علاش ما كايناش المساواة، علاش ما كايناش المساواة في هاد المراسم ديال الجنازة، وغيمشي غيعرف بأنه يعني الإنسان إلا عنده الفلوس ومعروف إلى آخره وعنده سمعة كبيرة إلى آخره وعنده، المهم هو تيركز على الماديات، كيمشيو معاه الناس، واللي فقير كيمشي يعني كيمشيو معاه الناس قلال. فيغور دو سيل، عندنا دي بيرسونيفيكاسيون لي طوط اونتي تيز كومباريزون ايبربول انوميراسيون، بزاف ديال لي فيغور دو سيل. شتي لكم واحد ستة، سول نو بون اي نو موفيز اكسيون بيزرون دون لا بالونس اونتي تيز. هنا راك جاوني بزاف ديال الاسئله، باقي غنعاود لكم ان شاء الله سلسله، هي مساله وقت، لكن حاليا نصيحه، السلسله اللي درت راه ماشي غادي نقولها، ماشي غادي نمدح الخدمه ديالي، لكن انا متاكد انه في اليوتيوب صعيب تلقى سلسله مشروحه يعني بشويه، ومشروحين تقريبا 15 فيغور دو ستيل، وفيها تمارين كتار مع التصحيح، يعني كتخدم حتى التمارين، وغير تبعوا السلسله راه غادي تفهموا مزيان. باقي غنعاودها ان شاء الله بواحد الجوده كبيره، حيت في الاول درتها فاش يلاه بادي لاشين، الجوده الصوت ناقصه واحد شويه، ولكن المهم راه غادي يعني غتفهموا مزيان. كنتمنى انكم تشاهدوا هذه السلسله هذه، باش غنحط لكم تمارين اخرين وان شاء الله. راه الطلبات الناس اللي طلبوا مني نعاود ان شاء الله، كنوعدكم اني غنعاود ديك السلسله. هنا فوالا، هذه اونتي تيز، يعني اونتي تيز هو تناقض على مستوى الافكار. بون موفيز، لي موانو شونتي، لي موانو هما لي زوازو، اعطينا فعل شونتي اللي هو انساني، لي موانو هي بيرسونيفيكاسيون. جو نو بلوري بلو، جو نو فولي با موري، غادي لي طوط، لي طوط هو عوض نقول لك راه عوض نقول لك، يعني كيقول لك شي واحد واش كتبكي، وكتقول ليه ما بقيتش كنبكي، ما بقيتش كنبكي يعني بمعنى اني فرحان، عوض نقول ليه ما بقيتش، يعني دير موان بوغ سوج. دونك هنا راه الا بقيت الا بقيت في لي فيغور دو ستيل غيطوال الفيديو اكثر، رجعوا لي فيغور دو ستيل. كي مور كي مور هي انا فور، سافو دير لا ريبيتيسيون دي سيكل باسير سون توا لو سولاي دوفياندرا فخوا، هناك ايبيربول. انت نقول لك راه دازو قرون على واحد الحدث، واحد الحدث انا عشتو تنقول لك دازو عليه قرون، انا اصلا ما يمكنش نعيش قرن. دونك هذا نوع من المبالغه. لو سولاي قال لك الشمس ولات بارده، دونك هذه حتى هي مبالغه، دونك ايبيربول كتسمى دي زونج، هذا راه كلكم عارفينها كوم لي كومباريزون. هنا كومباريزون سونز اس، لي زاكس دو ليكتور اللي غنركزوا عليهم. لاكس الاول ان غون بونور، لاكس الثاني ليكسبيريونس لا سوليتود، لاكس الثالث لي زونوي دو العيشه، لاكس الرابع لا ميديتاسيون سور لامور، لاكس الخامس لو سونس دو بروي اي دي زوبجي. نبداو بلاكس الاول ان غون بونور، اشنو هو لو غون بونور اللي عندنا؟ في سعاده كبيره لا ليس كتسمى، يا لا فيت دو العاشوره سو بريزونت كوم كون اون اوكازيون غار، لاتيتود ايمابل دو فقيه اي لومبيونس سيرين كي ريني ا ليكول بروكور دي مومون دو جوا انتونس ا سيدي محمد. يعني سيدي محمد فرحان بزاف بالمجيء ديال العاشوره، وحتى بالتعامل ديال الفقيه اللي تغير ولا كيضحك معاهم الى اخره. هنا تيقول لك جو نافي جامي فيو لو ميتر دو مسيد اوسي سوريون كو لو ميركودي، ما عمري شفت الفقيه كيضحك على هاد يعني من غير هاد النهار هذا ديال الميركودي. با ان ايليف نو غوسي لا باستوناد، حتى واحد ما ضرب حتى شي تلميذ، تو لي زيليف فياندغي بور انوغوري لا نوفيل اني دون لا جوا اي دون لو ترافاي، كاع التلامذ جاو باش يخدموا وجايين فرحانين للمسيد، العكس ديال الايام العاديه. لا باغيت دو كوناسيي اي دوفوني ان اكسيسوار جو نافي، فوالا هنا تيقول لك يعني نفس الفكره. با ان ايليف نو غوسي لا باستوناد، فوالا وقال لك هاد لاباستوناد يعني ديك العصا اللي كانت رئيسيه في القرايه عندهم في المسجد، ولات غير اكسسوار، ولات غير ديكور، غير معلقه وصافي، يعني مابقاش خدام بها الفقيه. فوالا دونك هنا بعض الافكار ممكن تسكرينيو ليكرون اللي عندها علاقه بلا عاشوره، خديناهم من الروايه. فوالا كيف ما كتعرفوا
المغاربه كيفاش يحتفلوا ب10، بطبيعه الحال هادشي كيتغير من منطقه لمنطقه، وهو غون بونور. دوزيام شوز ليكسبيريونس لا سوليتود، هنا غيعيش عاوتاني العزله. سيدي محمد ديما كل شابيت خلال لاحظتو كيعيش هذا النوع تاع العزله، اون فوا كيبقى بوحدو في الدار. دونك لا جوا دو لونفون نو تاردو با ا ديسباغيتر، يعني غيجي من المسيد فرحان، غيدخل الدار ما غيلقى حتى واحد، غيرجع عاوتاني العزله. ا لا ميزون فاطمه بزويه لانفورم كو سا ميغ اي سورتي افيك لالا عيشه، قالت لي راه الام ديالك خرجات مع لالا عيشه. لونفون ابيتوي ا لا بريزونس دو سا ميغ كي لا كومباني بارتو او ايل فا سو كونفور سو كونفرونت ا لا سوليتود. تيقول لك جونتخي لي زوبجي نو مو كونيسي بلو ايل مو بوزي او فيزاج اوستيل. فوالا هنا بعض الافكار اللي كيقولها في هذا الصدد هذا فاش دخل للدار. فوالا يعني ما لقى مع من يهضر، ما كاين حتى واحد، وكيرجع لا سوليتود، يعني ايل سوفر دو لا سوليتود. المحور الثالث، المحور الثالث فيه جوج المحاور، فيه لا ساكريفيس دو لالا عيشه، لي زونوي دو لالا عيشه، يعني المشاكل ديال لالا عيشه اللي كتعيشها مع الزوج ديالها. المحور الاول هو التضحيات، لي ساكريفيس، كتبوها وعقلوا عليها، اشنو درت لالا عيشه مع الزوج ديالها. لوتور مي لاكسون سور لي ساكريفيس دو لالا عيشه كي ايدي سون نيبو ا روفغيغ سون اتولي، عاونته باش يعاود يحل، يعني يدير المشروع ديالو من جديد ابخي سون كونفلي اي سا سيباراسيون افيك سون اسوسي عبد القادر. يعني غادي يضرب مع عبد القادر، يعني غيتخاصمو وغادي يتفارقوا، غيمشيو للمحكمه، والمحكمه غتحكم من صالح عبد القادر واخا هو اللي ظالم. افان دو نو ترونسميتر، يعني الكاتب باش بيوصل لنا، بيوصل لنا بان لا فام ماروكين دوتغ فوا كانت شجاعه، ايتي كوراجوز اي نوبل وشريفه، يعني كتعاون الزوج ديالها مالغري سي ديفو، واخا كاينين بعض لي ديفو كيف ما جميع الناس. اون فوندون سي بيجو اي سي موبيلي، يعني قال لك هي بايعه هاد لي بيجو وهاد لي موبيلي بور كومولاي العربي. فوالا فوالا يعني بعت هذاك الشيء بور كومولا العربي. فوالا نو بير با لا فاس او زيو دو سي بير، يعني بغات مولاي العربي تكون يبقى بقيمته حتى هو يبدا خدمته بحالو بحال الاقران ديالو. لا بوفر فام ا تو فوندو، قال لك بعت كل شيء، ميم لي غا نون بلو ريان ا سو ميتر سو لي دون. فوالا دونك هنا البلاصه ديال المراه المغربيه. دونك باقين في المحور الثالث، المحور الثالث حنا باقين فيه، وغندوزو للمحور الثاني في المحور الثالث اللي هو ان ريسي اكلاتي. فوالا نو نو كونيسون با لا توتاليتي دو ليستوار دو مولاي العربي افيك سون اسوسي. مولاي العربي وسون اسوسي ديالو ما عرفناش حنا القصه ديال، ما عندناش لي ديطاي. سيدي محمد براسو ما عرفهاش، هذا هو لو ريسي اون شاسي. سيدي محمد غادي يسمع ديك القصه، يعني كاينه قصه وسط قصه، غادي يسمع ديك القصه من لسان ديال الام ديالو وغادي يرويها لينا. سي كلير، هادو هما دو ناراتور، يعني عندنا سيدي محمد لو ناراتور برينسيبال، وعندنا لاله زبيده لو ناراتور سكوندير اللي يعني تدخلات وروات القصه من فم لاله عيشه باش سيدي محمد يعاودها لينا. وسيدي محمد يعني ما عندوش لي ديطاي بزاف على هاد القصه هادي، يعني ما عارفينش لا توتاليتي ديالها. لو ريسي ا ايتي بريسيديمون امورسي، قال لك هذا لو ريسي هذا بدا، يعني بدا مع لاله زبيده، لاله زبيده هي اللي بدات كتعاود. مي لو ناراتور ميزا لي كار بار لي ادولت، يعني لو ناراتور هنا تيحاولوا يعني الناس الكبار ما يسمعوش هذا الشيء. هذا نا با بي نو دوني دافونتاج دانفورماسيون، ما قدرش يعطينا بزاف ديال المعلومات من داكشي اللي دار بين لاله عيشه وبين لاله زبيده، داكشي اللي عاودت ليها. سي دونك سا ميغ كي سو شارج دو لا غولاسيون دي في مونكو، يعني الام ديالو هي اللي كتعاود هاد القصه هادي. مي سي في سون سوفون اونتوري دو ميستير، وقال لك واخا كتعاود هاد القصه هادي تيبقى شي حاجه غامضه في دوك الاحداث. لو ليكتور ريست دونك كونستامون سيغ سا فان، قال لك لو ليكتور يعني كقارئ كتبقى كتقلب علاش السبب. انا تيقول لك ما ميغ ميستيريوز lui fait promettre la plus grande discrétion. Ensuite, elle se lança dans un long discours chuchoté de bouche à oreille, accompagné de mimiques. يعني بدات تهضر ليها غير في ودنيها، وسيدي محمد تيحاول يسمع. دولار جيست دي دو براس كوندي دو سوبير illustré de hochement de tête. Je savais qu'il chuchotait quelque part à Rahma. La locataire du premier, la nouvelle histoire de Lalla Aïcha, après lui avoir fait promettre le secret. يعني كتعاود للجيران ديالها وهو تيحاول يسمع بعض الاشياء. لو ديالوغ كي سونغاج اونتخ لاله زبيده رحمه فريكامون بونكتيو دو ديغريسيون اكلير لا لونتيرن دو بوتي غارسون. هنا ملي غتعاود بالضبط لرحمه الام حيت عاودت للجيران كاملين، ما تعاود لرحمه هنا فين غادي يسمع بزاف وغادي يستطيع يفهم اشنو واقع. كي ديكوفر اونفان لو فام مو دو ليستوار، يعني في الاخر غادي يعرف القصه كامله. فوالا دونك هذا هو المشكل اللي وقع بين مولاي العربي وبين الشريك ديالو عبد القادر، مشكل في الخدمه كانوا مشاركين، يعني كان واحد النوع تاع الخيانه من عبد القادر. المحور الرابع لا ميديتاسيون سور لا مور، يعني التامل على الموت. لو ديسي دو سيدي محمد بن طاهر انسيت لو ايرو ا سانتيروجي سور لا ناتور دو لا مور، الموت ديال سيدي محمد بن طاهر غادي يخلي هاد
هاد لو ايغو دو ليستوار. سيدي محمد يعني سيدي محمد غيخليه يتساءل حول الطبيعه ديال الموت، كيفاش الموت. هو كدري صغير كيحاول يفهم الموت اون سو بازون سيغ سي بروبر روبير فوالا، مي سكي اتير سون انتونسيون، الشيء اللي عجبو اكثر، الشيء اللي زعما يعني بقى اتيغي لاتونسيون ديالو، اللي لفت الانتباه ديالو، سي سيغتو لي لون سبونتاني دي زابيتون دو كارتي كي بارتاج تو المالور دو لا فام دو ديفان. يعني هو داك التضامن اللي جا من طرف الجيران اللي كيشاركوا يعني التعاسة والحزن ديال هاد المرأة هادي، وكيحاولوا يواسيوها الى اخره. يعني واحد النوع تاع اللحمة في المجتمع. ils étaient une vingtaine qui manifestaient bruyamment lors de leur galique. شي 20 مرة كلهم تيبكيو معاها. d'autres invoquaient les saints, adressaient de ferventes prières à Dieu et à son prophète. الناس كتدعي يعني كتدعي الله الرحمة الى اخره. L'expérience vécue par l'enfant dans la maison du défunt lui fait découvrir la vérité de la mort et tout le rituel qui l'accompagne. التجربة ديال الدري قال لك يعني التجربة ديال سيدي محمد مع هذا الموت، هذا مع الموت والدار، وعاش التجربة شاف الناس إلى آخره، قال لك خلاه يكتشف الحقيقة ديال الموت وهاد الطقوس اللي كترافق الموت. Tout le monde tire de cet événement une conclusion philosophique. يعني فوالا كاع دوك الناس اللي حضروا كي كيتيغيو واحد يعني كيستافدوا كياخذوا واحد العبره، واحد الخلاصه اللي هي فلسفيه وهي دينيه ايضا. هي تو لي زيتر سون مورتيل، جميع الكائنات هي ميته، يعني اي واحد راه غادي يموت طو او طاغ، عاجلا ام اجلا. خذوا هذه الجمله هذه عقلوا عليها، عاجلا طو او طاغ فياندرا نوتخ تو، غتجي نوبتنا. المحور الرابع فيه ثلاثه ديال المحاور، يعني ثلاثه ديال المحور الاول هو في هذا الموت هذه عندنا واحد لا سوليداريتي وواحد لا كومباسيون، كاين واحد النوع ديال التضامن وواحد النوع ديال الشفقه. يعني ملي كتكون الموت كتشوف التضامن في المجتمع. لا مور دو سيدي محمد بن طاهر توش سي فوازان اي ميم سيغتان بيرسون كي نو لو كونيسي با دو سون فيفون. يعني لا مور ديال سيدي محمد بن طاهر غادي توشي لي فوازان، كلشي غادي يتاثر، وحتى الناس اللي ما عرفاش غادي شي غتواسي وغتعزي الى اخره. Tous ces gens se rendent spontanément chez sa veuve. Et les gars, les gens qui ont l'armée, les zoges, les gens qui ont l'armée, les gens qui partagent son malheur et lui apportent leur soutien. Cet élan du cœur, caractéristique de la société traditionnelle marocaine, suscite visiblement l'émotion de Sidi Mohamed qui se confronte pour la première fois à un spectacle pareil. قال لك اول مره تشوف سيدي محمد هذا النوع ديال التضامن وديال اللحمه في المجتمع، اول مره كيشوف واحد المشهد ديال العزاء وديال التعزيه. Voilà, j'imaginais le cortège, quelques personnes du quartier, le frère de l'école coranique, mon père plus grave que jamais, à la maison, ma mère pousserait des cris. Tu as oublié de te poser, je peux te screener ou je te fais mot. Donc, il y a un peu de temps pour te faire mot. Il y a un peu de temps pour te faire mot. L'inégalité dans l'amour. Je vais te dire que c'est un peu de temps pour te faire mot. Il y a un peu de temps pour te faire mot. L'expérience vécue par Sidi Mohamed par l'enfant dans la maison du défunt lui fait découvrir la vérité de la mort et tout le rituel qui l'accompagne. Tout le monde tire de cet événement une conclusion philosophique qui est la suivante. Tous les êtres sont mortels, viendra notre tour. Voilà. هنا سي محمد غيتسال، غيقول لك توتالور ابخي لي زابلوسيون ريتويال، يعني من بعد دوك الطقوس اللي غتكون، إل سوغا فيتيو بوغ لا ديغنييغ فوا دو بلون، يعني غيغسلوه غيلبسوه البيض الكفن، دي زوم لو بورتورون سيغ لا تيت، غادي يهزو الناس على داك النعش اللي كيهزو عليه ديال الخشب اي دو سيدر، اي غون لونفوي، غيمشيو يدفنوه، لونفوي هي الدفن، دون لا تيغ اوميد، غادي يدفنوه في الأرض، فوالا. دونك جافي غيقول لك هنا فين غيبدا يتسال، جافي ميم فيو دي مور ديكوفير posé simplement sur la civière et sans personne pour les accompagner à leur dernière demeure. وقال لك شفت شي ناس اللي تدفنوا وما كانش غادي معاهم شي واحد، يعني الناس اللي غادي يقلال. وقال لك جافي تروفي سولا انفينيمون تريست، يعني بقى في الحال ان الناس كترافق بعض الناس وما كترافقش بعض الناس، وغيكتشف في الاخر بان داكشي عنده علاقه بالمكانه الاجتماعيه، لو ستاتيو سوسيال. Vu que certains gens participent en grand nombre au cortège funèbre des hommes, يعني كاين بعض اللي كيشاركوا بزاف ديال خصوصا ديال لي ريش، يعني واحد عنده الفلوس الناس كتمشي، مي n'accompagne pas les pauvres à leur dernière demeure. هادشي غادي يأثر في الناراتور، قال لك ما تيمشيوش مع الفقراء. Cette inégalité engendre un profond malaise chez l'enfant. غادي تأثر بزاف لداخل بسبب هادشي اللي كيشوف، un malaise qui lui fait entrevoir le spectre de la mort partout. Un malaise où elle voit planer surtout le sinistre spectre de la mort. Voilà, tous les êtres sont mortels. خلاصه اللي في هذا المحور الرابع اللي ناخذوها هي ان جميع الناس غادي تموت. Tous les êtres sont mortels.
tout auteur viendra notre tour, page 67. La conclusion, le khulasa al-kutir Sidi Mohamed de cette phrase sentencieuse est que la mort ne fait pas de différence entre les riches et les pauvres. Wa tiqul lik bi anna wakha kayn hada shi hada walakin al-mawt rah ma katmiz la bil pauvre la bil la ma bil rich w ma kaynch mushkil anno yemshiou ma'ah bzaf wala yemshiou ma'ah chwiya lan al-ab dialo ghadi yawasih bwahed al-qissa w ghayfhem al-ashya' mzyan jeune w qal lik ma tatmiz la bil al-fuqara wal al-aghnia la bin al-shabab w bin al-shuyukh la bin البيضين وبين الكحلين يعني هنا جميع انواع التعصب اللي عندنا في اللي كاينه في العالم وفي جميع المجتمعات اور ال ديكوفر فيا سون بير كو لانتيري دون بينيفيسي لي ديفا فاري سولون لو رون سوسيال الاب ديالو غيشرح ليه يقول ليه راه هاد الاهميه اللي كيكتسيوها يعني الناس اللي كيموتوا راه كتغير ماشي ديما هي كاع الناس غيمشيو معاهم جميع الناس على حسب المكانه الاجتماعيه اي سورتو سولون لو فورتون يعني وخصوصا على حسب الثروه اللي عنده الفلوس اللي عنده فوالا كيف ما كتشوفوا بعض الناس كيكونوا معاهم ناس قلال بعض الناس تتلقى يعني قبيله كامله خارجه او حي كامل خارج دونك هنا على حساب كل انسان على حساب نيه الخلاصه ان الكاتب ان سيدي محمد ك بوتي اوفون تيقول لك ان الموت في نهايه المطاف ما كتميش والاهم ان الموت كدير ليغاليتي اونتر تو من بعد الموت داكشي يعني ما واخا كتكون لينيغاليتي الاساس هو لامور لو سونس دو بروي اي دي زوبجي هنا سيدي محمد شاك فوا كو لا كوميونيكاسيون دوفيان امبوسيبل افيك لي ادولت يعني ملي ما تيلقى مع من يهضر اش كيدير كيحل لابواط اميغ في ديالو تيبدا يهضر مع لي زوبجي كي لونتور اي لوي بارل كوم دي زيتر هومان كيردهم كاصدقاء سي سيت فاسون سي سي سا فاسون ا لوي رومبر Voilà, avec le monde réel est plongé dans un univers imaginaire. Ce qui fait qu'il entre dans un monde qui est réel et qui sort du monde réel. Voilà donc on a des phrases, excusez-moi, يعني عييت ما بقيتش قادر اني نسجل. Donc هنا ممكن تسكرينيو ليكرون. Voilà donc l'essentiel اللي تاخذوا في هذا المحور الخامس هو ان سيدي محمد كيتواصل مع الاشياء ملي كتكون الكومونيكاسيون مما تلقى مع من يهضر في لي زادولت. Voilà كنا يعني باش يخرج من العزله ديالو يتواصل مع الاشياء اللي عنده في لابواط ميرفي ديالو دونك هنا اللي بيجاوبوا على الاسئله غدا غنحط لكم يعني كيسيون غولاتيف لهذا الشابيتر هذا ها هما لي كيسيون 13 سؤال غدا ندير لكم فيديو نحاول نجمع واحد 30 سؤال على لي شابيت على الشابيت رقم 5 دونك فوالا هنا ميرسي بور فوتر اتونسيون نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته